هذه مو مناسبة بس لي يعني، الحمد لله رمضان كريم، الله يعيده علينا وعلى الكويتيين وأهل الكويت وأمة محمد بالصحة والعافية، ولكن هذا التجمع هو تجمع أهل الكويت يتجمعون وقاعدين يبينون مدى التحامهم وتلاحمهم، وهذه الحشود اللي شفتوها وهذه الناس اللي جات كلها جاية من أجل كلمة واحدة، هي الكويت، حق أهل الكويت. أنا شاكر للجموع، شاكر للناس، شاكر المسؤولين، الأخوة الوزراء، الشيوخ، السفراء، المسؤولين، التيارات الأخرى اللي يزورونا، حياهم الله، وهذا بيتهم وهذا بيت أهل الكويت، وأرحب وإن شاء الله يا رب كل يوم رمضان علشان دائما نستقبلكم ونفرح فيكم. هذا عادة طيبة أن الكويتيين يتجمعون دائما في رمضان، وهي إن شاء الله عادة تكون مستمرة لنا ونتمسك فيها، وهي تراث من تراثنا في الكويت وتراث من تراث أهلنا أهل الكويت. يا جماعة اسمحوا لي، أنا دائما ما عندي كلمة غيرنا الكويت وأهل الكويت، لأن أنا أكرر وأقول عبر القبس وعبر الأخوان اللي قاعدين، أنا عنصري، نعم أنا عنصري للكويت وريحة أهل الكويت، كويتيين كلهم، شيعة وسنة، قبائل وحضر، كلنا أخوان وكلنا أهل الكويت. حياكم الله في بيتكم، حياكم الله في بيت أهل الكويت، والساعة المباركة ومشكورين. أنا سعيد اليوم الحقيقة أن أقوم بزيارة أخي وزميلي عادل الزواوي بمناسبة رجوعه من السفر، والحقيقة شاهدت الإقبال الكبير من الإخوة المواطنين ومحبين عادل الزواوي، وهم يقدمون التهنئة في هذا الشهر الفضيل. أنا أتمنى الحقيقة من كل قلبي، وكذلك شاركني جمع كبير من الكويتيين، أن يقدمون التهاني، وأشاهد الفرحة على وجوههم بعودة الزميل والأخ الكبير عادل الزواوي إلى أرض الوطن ليمارس عمله الوطني للتصدي إلى كل من يحاول أن يعتدي على هويتنا الوطنية، وأتمنى له الصحة والعافية. يشرفني ويسعدني أني أنا أكون متواجدة في ديوان عادل الزواوي، وهذا الشرف لي، وأنا سعيدة الحمد لله بعودته بالسلامة إلى ديرته الكويت الحبيبة. وهذا إنسان الصراحة كنا نحترمه، لأن مبدأ واضح وهدفه هو حب الكويت، وأهدافه أهدافنا، وإحنا نمشي على نفس الأهداف اللي يمشون عليها إخواننا مجموعة الثمانين. إحنا مو ضد أحد، احنا مع الجميع، ونحب الكويت ونحب كل انسان عايش على هذه الارض ويعطي خير بخير وسعاده ويحب الكويت. احنا هدفنا بس ان احنا نصره الكويت والارتقاء بسمعه الكويت والحياه الحلوه اللي في الكويت. احنا مع عادل الزواوي في ان هدفنا هو المحافظه على امن وامان الكويت، وعن التزوير وعن الفساد، وكل يعني اللي يهم شيء يضر الكويت نحاول احنا ان نصلحه. وانا اقول حق الاخ عادل الزواوي كل الشكر لك والتقدير، وكل الشعب الكويتي الطيب يتحمد لك بالسلامه ويشكرك، وان شاء الله الله يعينك ويعين كل الاخوان. وانا اشكر كل انسان عايش على هالارض، كويتي او غير كويتي، انسان يعيش على هذه الارض ومحب للكويت، نقول له حياك الله في ديرتنا، وعسى الله يعز الكويت وعز إن شاء الله أسرة الحكم والشعب الكويتي الطيب، ويحفظ الكويت من كل شر. في البداية أن طبعاً نحب أن نهنئ سمو الأمير سمو العهدة والشعب الكويتي والحكومة الكويتية على الشهر المبارك إن شاء الله، ونحب أن نهني أخينا الكبير أستاذ عادل الزواوي بهذا الشهر الفضيل، وتحمد له بالسلامة برجوعه من رحلة العلاج، ونتمنى له صحة دائمة إن شاء الله، ونشاط سياسي بعد رمضان إن شاء الله نشط،
طبعا كل الأحبة هني في موجودين في محل الأخ أبو محمد لتهنئته بالشهر المبارك وتحمد له بالسلامة، وإن شاء الله الله يكتب له الشفاء إن شاء الله والنشاط المستمر دائما. حقيقة يسعدني أن أقوم بزيارة أخوي العزيز على نفسي والصديق والزميل، زميل الطريق طويل، كنا مع بعض من الثمانينات، أخوي عادل الزواوي هذا الرمز الوطني، أزوره بمناسبة عودته وشفائه من الوقعة الصحية وعودته سالما إلى أرض الوطن، وأيضا بمناسبة شهر رمضان المبارك نبارك لجميع الأخوة في الكويت وعلى رأسهم صاحب السمو وسمو العهد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يقطع هذه العادة الطيبة، هذا التزاور بين الإخوان، والسؤال بعض من بعض عن الآخرين. لذلك الحقيقة أنا سعيد جدا أن أكون في هذا الديوان العامر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسبق ثوب الصحة والعافية على أخونا أبو محمد. أحب أول شيء أهني صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في شهر رمضان الكريم، كذلك الشيخ نواف الأحمد ولي العهد والشعب الكويتي كذلك على دخولنا في شهر رمضان الكريم وهذه المناسبات الاجتماعية الجميلة. وأحيي وأهني الأستاذ أبو محمد عادل الزواوي وأتحمد له بالسلامة وعلى رجعته في هذه الأيام المباركة ودعوته لنا ولمته حق الشعب الكويتي وفتح بابه، أنا أسميه فتح قلبه قبل بابه في هذا اليوم في هذه الأيام المباركة، وهذه مناسبة جميلة لأن إحنا نتشاوف ونتزاور وهذه عاداتنا وتقاليدنا أصلاً المباركة في هذا الشهر الفضيل، ونشوف بعض ونسير على بعض ونستانس في هذه الأيام في شوفة هذه الوجوه الطيبة. وشكراً لكم وتحياتي للشعب الكويتي كله. هذه جمعة طيبة نجتمع عند عادل الزواوي، أول شيء مبارك له بالشهر ونتحمد له بالسلامة بعودته من رحلة العلاج زين، وهذه فرصة يعني من اجتماعية جبل عليها أهل الكويت زين أن يلتقوا في رمضان ويزورون بعض ويباركون لبعض بالشهر ويطمنوا على بعض. فالحمد لله أن نشوف كل أهل الكويت يتوافدون هني والشيوخ زين والكل يتواصل، وهذه صفة يعني قل ما توجد في أي مكان في العالم وتتركز بشدة بالكويت، فشيء طيب ويسعدنا يعني نشوف الناس كلهم ونبارك لبعض بهذا الشهر ونتواصل معهم. والحمد لله على سلامة الأخ عادل الزواوي زين، وفرحانين بعودته لصحته ولنشاطه السياسي المعهود اللي الكل ينتظره. أتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي عهد الأمين سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وإلى الأمة الإسلامية والعربية والشعب الكويتي بأسماء آيات التهاني والتبريكات، وكل عام والجميع بألف خير. وأيضا أود في هذه المناسبة الكريمة أن أتحمد بالسلامة إلى الأستاذ الفاضل والأخ العزيز عادل الزواوي أبو محمد الزواوي، نقول لك الحمد لله على سلامتك ونورت الكويت ونورت ديرتك بعد غياب فترة طويلة للعلاج، ونقول لك سلامات ما تشوف شر والحمد لله على السلامة، وكل عام والجميع إن شاء الله بألف خير وتقبل الله طاعتكم. الأخ عادل الزواوي الذي أمن عليه الحمد لله الرحمن بالصحة والعافية وعاد إلينا مشافى معافى، نلتقي فيه اليوم لهذا الشهر الفضيل للمباركات،
هو أحد الأشخاص الناشطين سياسيا والذي له دور سياسي كبير، الشخص يهتم بمصلحة الكويت وأهل الكويت وشعب الكويت وأمير الكويت. هذا الشخص الذي نهتم أن يكون معنا في كل مناسبة، شخص جمع مجموعة من الناس الأفاضل والأشخاص الذي لهم يعني دور كبير في المجتمع للحقيقة حماية والدفاع عن مصالح الكويت وكذلك الدفاع عن المجتمع الكويتي. فالحقيقة نحن نشكر الأخ أبو محمد على الدعوة الكريمة ونتمنى التقي دائما على خير. شكرا. طبعا احنا اليوم مجتمعين في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، عند اخونا وحبيبنا الاعلامي القدير والرجل الناشط ويعني اللي هو اخونا العزيز عادل الزواوي ابو محمد، اللي محبه في قلوب كل الناس كل المحبين. جمعنا اليوم في رمضان في هذا البيت الكريم نلتقي مع بعض مع جميع الاخوان ما شفناهم، وايضا يعني نتحمد له على سلامه العوده، ويظل محمد ابو محمد عزيز في قلوبنا وله مكانه في بين الناس وله مكانه، وآراء دائما تكون في مصلحة الوطن، وآراء دائما تكون من أجل بناء هذا الوطن، يجمع لا يفرق، يكون ناصحا لا مهدما. وبالتالي يعني أعتقد أن نعتز في محمد اعتزاز كثير، ونبارك له الشهر ونبارك لجميع الأخوة. أرفع أسماء آيات التهنئات لسمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأيضا إلى ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وإلى أسرة الصباح الكريمة ورئيس الوزراء والحكومة والشعب الكويتي، ونقول لهم كل عام وهم بخير، وإن شاء الله الله يعيد هذا رمضان كل سنة والكويت بأمن وأمان في ظل قائدنا قائد الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وإن شاء الله يا ربي الله يديمها علينا نعمة ودائما نكون بألف خير وصحة. أقول حق الأخ عادل الزواوي شكرا لك دعوتك الكريمة لديوانيتك، وإن شاء الله يا ربي البيت دائما هذا يتبارك بوجودك وأنت بصحة وعافية والحمد لله على سلامتك وعودتك من العلاج من الخارج، وإن شاء الله الله يديمها عليك صحة وعافية. نهني صاحب السمو ولي عهد الأمين في هذه المناسبة والشعب الكويتي كل عام أنتم بخير شهر الكريم، ونهني أخونا عادل الزواوي على سلامته، الحمد لله على سلامتك يا أبو محمد، ونبارك لهم بالشهر الكريم الفضيل، ونقول إن شاء الله ما يشوف شر وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. تحياتي لكم جميعاً.